السلام عليكم، أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم إن شاء الله. في قاعدة مهمة في علم الاقتصاد أو بالتحديد سوق البيزنس سيكشن الصفقات، اسمها الفرصة. وبغض النظر عن أن بعض الفرص بتيجي باي لك كده بالحظ، إلا أن الفرصة كل ما كانت مدروسة ومبنية على أساس، كل ما كانت أفضل وفرصها أقوى والعائد من وراها أكبر. حبيت أبدأ بالمقدمة دي وعشان أفكرك أن يوم 12 إبريل 2022 أعلن عملاق الإمارات صندوق أبو ظبي السيادي التفاصيل صفقة ضخمة مع مصر، وهي أن الصندوق استحوذ على حصص في عدد من الشركات المصرية، من بينها 3 شركات أسمدة وشركة شحن عملاقة. حتى أن البورصة المصرية وقتها أعلنت تفاصيل الصفقة وقالت أن صندوق أبو ظبي السيادي استحوذ في صفقة ضخمة على حصص في 5 شركات مصرية بقيمة بتوصل ل 2 مليار دولار. الشركات دي شركات الإسكندرية لتداول الحاويات، موبكو للأسمدة، أبو إير للأسمدة، وفوري الخدمات الاتصالات، والبنك التجاري الدولي CIB. خد بالك من تفاصيل الصفقة دي قوي، وعشان في تريكات كتير ومفاجآت أكتر هتبهرك وهتظهر بعدين ولازم تعرفها. في ناحية تانية وحسب معلوماتنا، فالصندوق السيادي السعودي بيقاتل للاستحواذ على عدد من شركات الأسمدة والبتروكيماويات المصرية، ونفس القصة مع الصندوق الكويتي. هنا في سر وحدوته كواليس لازم تعرفها، وعشان تعرف اللعبة ماشية ازاي وليه التركيز مع قطاع الأسمدة وإيه هو المميز في القطاع ده بالذات، وعشان يبقى فيه منافسة شرسة عليه. وبالمرة نجاوب على السؤال اللي محير الكل، هو احنا بعنا شركاتنا وفرطنا فيها برخص التراب، ولا ده استثمار وبيزنس؟ يلا بينا نحكي قصص ونكشف كواليس في حلقة النهاردة اللي وعدك انها هتعجبك. بس في الأول حضر 50 الشاي بتاعتك ويلا بينا. أنا محمد أبو عاصي ودي 50 اقتصاد. في البداية حضرتك خلينا نجاوب عن الأسئلة اللي قلناها، بس من الآخر للأول. قطاع الأسمدة والبتروكيماويات واحد من القطاعات الصناعية التقيلة والمهمة، وسوق لا غنى عنه في العالم، سوق كل ساعة بحال وفي تطور دايم، ماكينات ووصفات وأبحاث بتشتغل فيها شركات عملاقة متعددة الجنسيات وغيرها، والأرباح فيه خيالية، مرتبط بأهم سلعتين، سلعة الزراعة وسلعة الغذاء. تقرير الإيكونومست بيسرد مجموعة أرقام بتبين لنا أهمية القطاع ده، بتقول إن حجم الاستثمارات العالمية وأصول الشركات في قطاع الأسمدة حوالي 11 تريليون دولار، حجم العمالة فيه حوالين العالم حوالي 7 مليون عامل. تقرير الإيكونومست بيوضح إن في 23 صناعة مرتبطة بصناعة الأسمدة، تغليف وتعبئة وطباعة وحفظ وشحن وزراعة وصناعات غذائية والأعلاف الحيوانية والصناعات الدوائية وغيرها. حجم الإنفاق على البحوث في القطاع ده حوالي 600 مليار دولار سنويا. تقرير لفاينانشال تايمز بيأكد إن إنتاج العالم من الأسمدة وخاماتها حوالي 315 مليون طن، حصة المنطقة العربية منها حوالي 140 مليون طن من إجمالي الإنتاج العالمي. أما حصة الشركات العربية من صادرات الأسمدة عالمياً 33%، اللي هي بتمثل حوالي 72 مليون طن، في وقت بيوصل فيه إجمالي صادرات الأسمدة عالمياً ل 224 مليون طن. بحسب تقارير دولية، في أنواع الأسمدة والمبيدات عالمياً بتتخطى 20 ألف نوع، من العضوي وغير العضوي، فيها الأورجانيك وفيها الكيماوي وفيها المغشوش. والمغشوش ده هيقودنا لتقرير حلو قوي عملته CNN، بتأكد فيه ان حجم تجارة السوق السوداء والمغشوش من الأسمدة عالميا حوالي 700 مليار دولار سنويا. تقرير حلو قوي منشور في نيوز ويك بيكشف ان الصين بتتصدر دول العالم في انتاج الأسمدة بمتوسط 100 مليون طن، خاصة وان الصين بتمتلك تاني اكبر احتياطي فوسفات في العالم بمخزون 3.2 مليار طن. المغرب تاني اكبر منتج في العالم للأسمدة ب 36 مليون طن فوسفات، وبتمتلك اكبر احتياطي فوسفات في العالم بمخزون حوالي 50 مليار طن، وده بيمثل حوالي 72% من الاحتياطي العالمي للفوسفات. امريكا بقى في المركز الثالث في انتاج الفوسفات ب 23 مليون طن، وروسيا في المركز الرابع ب 14 مليون طن فوسفات. الاردن في المركز الخامس وبتمتلك احتياطيات حوالي مليار طن. اما المركز السادس فمن نصيب السعوديه، والمركز السابع من نصيب فيتنام، والثامن من نصيب البرازيل اللي هي برضو خامس اكبر مستهلك للاسمده في العالم. مصر بقى حضرتك في المركز التاسع بنصيب 5 مليون طن فوسفات، وبتمتلك احتياطي من الفوسفات حوالي 1.3 مليار طن، ومؤهله لدخول مصافي الكبار في السوق ده. طبعا الرقم ده قبل التحديثات والتطويرات اللي عملناها مؤخرا. وببساطة خلال 2022 مصر هتكون ضمن 5 الكبار في انتاج الاسمدة على مستوى العالم في 2022.
لو حضرتك لاحظت مش هتلاقي في القائمة دي أوروبا، وده ببساطة لأن أوروبا من ضمن المستهلكين الشرهين للأسمدة وكمان موادها الخام، ده غير إنها مش موجودة أصلا، يعني في نقص في المعروض من الأسمدة. بحسب تقرير التايمز، فارتفاع أسعار الغاز في أوروبا كان سبب في خسائر بالمليارات، تقدر بحوالي 72 مليار دولار في قطاع الأسمدة بس، ولسه الرقم مستمر في زيادة، لأن زيادة سعر الغاز أدت لتوقف المصانع اللي ما تحملتش ارتفاع التكاليف، لأن الغاز بيمثل 60% من تكلفة الأسمدة زي سماد اليوريا مثلا. وكالة رويترز عاملة تقرير إنما بمزاج مع واحد اسمه ماكسيمو توريرو، وده كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة تبع للأمم المتحدة، قال إن أزمة الأسمدة تقلق لأنها هتمنع إنتاج الغذاء في بقية دول العالم، وده بيهدد بمجاعات. قال كمان إن لو ما حلناش مشكلة إنتاج الأسمدة فالعالم هيواجه مشكلة خطيرة للغاية في الإمداد العام المقبل للغذاء. من الآخر، الأمن الغذائي العالمي في خطر، وعندنا مشاكل هتحصل العام الجاي بسبب الإمدادات بتاعة الغذاء. التقرير قال إن في مناطق جغرافية في العالم هتتضرر، أبرزها أوروبا اللي هي المستهلك الشره للأسمدة، والولايات المتحدة الأمريكية اللي هي هتخسر بسبب أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة 12% في 2022، وده بعد خسارتها بسبب ارتفاعها برضو 17% في 2021، وده وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية. واللي ما يعرفش، في أمريكا أكبر دولة في الإنتاج الزراعي عالميا. عايز أقولك معلومة مهمة وحط تحتها 100 خط وخط، وهي إن صناعة الأسمدة من الصناعات اللي ليها مضاعفات بيئية إلى حد ما، يعني بوضوح من الصناعات الملوثة للبيئة برغم التطوير الحاصل في ماكينات التشغيل ومعدات التصنيع. مصر بقى من الدول التقيلة في قطاع الأسمدة، إحنا قبل ما نبدأ 2021 كنا في المركز التاسع عالميا، وبعد 2022 بنستهدف إننا نكون ضمن الخمسة الكبار عالميا، وعندنا الإمكانيات والمقومات وشركات تقيلة قوي محلية قطاع خاص وكمان قطاع عام. بنصدر حوالي 2 مليار دولار سنويا من الأسمدة. مصر بتنتج 23 مليون طن سماد أزوتي، وبنستهلك 9 مليون طن محليا، يعني عندنا اكتفاء ذاتي، وبنصدر حوالي 14 مليون طن. عندنا في مصر حوالي 15 شركة تقيلة بتشتغل في الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، وفي حوالي 50 ألف عامل بيشتغلوا في القطاع ده. مصر أري الموضوع بدري شوية، وعارفة أن أصلا العالم بيعاني من أزمة نقص في إمدادات الأسمدة من زمان، وكمان عايزة تزود حصتها من التورتة العالمية في سوق الأسمدة، وعشان كده الحكومة طورت مصانع شركة كيما أسوان، وبنت مصنع كيما 2 بتكلفة حوالي 11.6 مليار جنيه، ودي حاجة ضخمة بإمكانيات ضخمة وحديثة جدا، وكمان بطاقة إنتاجية 1200 طن في اليوم من الأمونيا و1575 طن من اليوريا يوميا. الحكومة دخلت في شراكة لبناء مصنع تاني في شركة النصر للأسمدة بالسويس، ده غير تطوير شركة الدلتا للأسمدة في محافظة الأهلية، وفتحت الباب للشراكة مع القطاع الخاص من باب التوسع في إنتاج الأسمدة سواء بتمويل حكومي أو بمشاركة القطاع الخاص. حجم تجارة الأسمدة عالميا بيتخطى 100 مليار دولار سنويا، وهنا نقطة لازم تاخد بالك منها، ببساطة احنا في مصر عايزين جزء من الدولار ده. والملخص ببساطة هو ان الحكومة هتعيد هيكلة شركات القطاع العام، هتبيع الخسران اللي ما منهوش رجع، وهتطور اللي منه امل وتبيعه بنظام الشراكة، بحيث انها تبقى شريك ليك تاخد ارباحها من غير دخول في صداع الادارة. هنا الصناديق الخليجية حابة تستغل أزمة أوروبا واحتياجها للأسمدة، وبالتالي مش لسه هتبني مصانع جديدة وتطور، لا، هي هتيجي على الجاهز عندك في مصر وتطوره، وعشان كده هي ما بتلعبش على خسران، ولا هي جاية تشتري شركاتك زكاة عن صحتك، هي جاية تشتري الشركات اللي لو تم تطويرها هتجيب أرباح بالمليارات، هتاخد الشركات وتجيب ليها أضخم وأحدث ماكينات الإنتاج في العالم وتطور إنتاجها، وهتسوق ليها جوه وبره، وكمان هتعمل شراكات أجنبية وتجيب لك عملة صعبة. طب سؤال منطقي، وليه الدولة ما تطورش الشركات دي وتشغلها بنفسها؟ بصراحة كل دولة عندها تحديات والتزامات سياسية وتطلعات، ومش فاضية تدير وتنافس شركات القطاع الخاص اللي بيطور كل يوم من نفسه، ودور الدولة مش إنها تستثمر بقدر إنها تهيئ مناخ ملائم للاستثمار وتحط قوانين قوية وجهاز رقابي أقوى، وعشان القطاع الخاص ما يعليش السعر أو يتلاعب بالمستهلك أو يستبدل العمال والموظفين. كمان لازم تعرف إن أي دولة أو حكومة في العالم هي تاجر سيء وصانع أسوأ، ولو عايزين تعرفوا ليه ابقوا اكتبوا في الكومنتات وإحنا نجاوب عليكم. هي ممكن تتواجد كدولة في بعض القطاعات كرمانة ميزان تعمل توازن بس، وللعلم انسحاب الدولة من مشهد الإدارة ده حلو وبيدي حرية للاستثمار والقطاع الخاص، وممكن الدولة تدخل شريك ويجيلها أرباحها لحد عندها، وتحط شروط في العقد إنه لا يتم غلق الشركة أو حتى تشريد العمالة.
اللي انتبه يلاقي ان الدولة عملت حاجة اسمها الصندوق السيادي اللي اتكلمنا عنه في الحلقة دي، واللي بقى مسؤولية كاملة عن بيع شركات الحكومة وكمان إعادة هيكلتها وتحويل الصفقات الخسرانة لكسبانة، اللي هو فكرة مختلف من الإدارة. شركات القطاع العام الدولة أنشأتها فعليا في فترة معينة وكان ليها قصص وصولات وجولات ونجحت في مهمتها، وكلنا عندنا رغبة عاطفية تجاه الشركات دي بحكم العشرة، لكن فعليا الشركات دي ما عادتش قادرة تنافس القطاع الخاص ولا تطور من نفسها ولا حتى تنافس التطور الحاصل. شركات القطاع العام دي أنشأتها الدولة في فترة معينة وكان لها قصص وصولات وجولات ونجحت في مهمتها، وكلنا عندنا رغبة عاطفية تجاه الشركات دي بحكم العشرة، لكن فعليا الشركات دي ما عادتش قادرة تنافس القطاع الخاص ولا التطور الحاصل. هقول لك ليه؟ لأن ببساطة شركات القطاع الخاص كل يوم بتجيب الجديد، معدات وماكينات وبتعمل تعاقدات وتوسعات دولية، وكمان عندهم إدارات تسويق ومبيعات على أعلى مستوى. يبقى ازاي هتنافسهم انت كشركات الحكومة بالموظف اللي شايف ان وظيفة الحكومة امان ومهما يعمل او ما يشتغلش محدش هيقدر يقول له مع السلامة روح، وكمان المرتب مش مكفيه وبيضيع عمره على الفاضي، وبتاع القطاع الخاص في الناحية التانية بيعتمد على كوادر خريجين جامعات اجنبية في التسويق. في فرق في السرعات حضرتك، لو حد معارض كلامي ده يبقى بيغمض عينه عن المثل اللي بيقول ان فاتك الميري اتمرك في ترابه، ودي المقولة الاوسع انتشارا في الشارع المصري الفترة الأخيرة، وبتبين لك إزاي المواطن المصري بيفكر في سوق العمل. في حاجة كمان، إحنا مش معترفين بجودة منتجات شركات قطاع الأعمال العام أصلا. آخر مرة حضرتك اشتريت كوتشي باتا إمتى؟ ولا حتى عصير أها؟ طب كلنا بنحب شركة الحديد والصلب المصرية، بس يوم ما نروح نشتري بنشتري حديد عز لأنه عافي وحديد رقم واحد وبيطور من نفسه باستمرار وبيوفر لك، وعندك كتير وكتير وكتير، فمش هتسيب شركات بتسحب مواد خام وفلوس وخامات للذكرى، وخاصة إن رؤساء مجالس إدارات الشركات دي لا خطة ولا مسؤولية ولا رؤية ولا أي استراتيجية، رغم إن الحكومة داعمة ليهم وموفرة كل التزاماتهم المادية. طب هل في مؤامرة لتصفية الشركات لصالح رجال الأعمال؟ ممكن يكون فعلا في مؤامرة، بس مفيش ما يثبت ده، خاصة وإن القطاع الخاص مش محتاج مؤامرة عشان يتفوق على القطاع العام وعقليته المتواضعة، بس برضه ده مش معناه إن مفيش مؤامرة. كتير من مدير الشركات الحكومية ورؤساء مجالس إدارتها بيحبوا يوجبوا مع القطاع الخاص. طب حد هيسأل شركات الجيش وضعها إيه؟ حضرتك مفيش وجه مقارنة، لأن شركات الجيش تقيلة في نفسها وليها حالة خاصة. الجيش مجتمع مغلق وبيتعامل بشدة ونظام وربط وضبط، ودي مميزات مش موجودة في القطاع المدني. كمان الجيش ما بيرضاش بالخسارة أبدا وبيطور من نفسه باستمرار، وللعلم هو اللي بيأمن احتياجات البلد من السلع الأساسية. لو القطاع الخاص فكر يلاعب الدولة ده في 48 ساعة حضرتك بيعمل مصنع، وكمان الجيش هيطرح شركاته في البورصة برغم كل التفوق ده، والرئيس بنفسه أعلن كده يمكن من يومين أو ثلاثة أو الأسبوع اللي فات. وقريب قوي هنعمل حلقة شبه قربنا نخلصها عن مصانع وشركات الجيش، وهنتكلم فيها بمنتهى الحيادية، وده بالتزامن مع طروحات الجيش في البورصة خلال الفترة الجاية. في النهاية هنستنى تعليقاتكم وأراءكم وأسئلتكم على الحلقة دي، ولو عجبتك الحلقة وحابب تشوفنا تاني ياريت تعمل لايك وشير لو بتشوفنا على الفيسبوك، أو سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، ومنساش تشوف المصادر اللي هتلاقيها في وصف الفيديو. شكرا ليك، سلام عليكم.